لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة. الفكرة ان احنا من سنة في مارس بالتحديد السنة اللي فاتت الوزارة اطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي، وانا كنت طلبت مناقشة ليها وفعلا تمت هذه المناقشة من عام. طيب النهاردة كل المحاور طبعا مش هخش فيها، هي الهدف منها النهائي وده المفروض لو بنتكلم على البلد، وسيادة الرئيس امبارح كان بيفتتح مركز الى اخره، يبقى انا عايزة استثمار وبناء العنصر البشري. بدون اي حاجة التعليم هو نمرة واحد في كل ده، وهو ده اللي تتقدم بيه كل الدول واللي بتبني بيه اي شيء. الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم انشئت بقانون سنه 2006، اللائحه التنفيذيه صدرت 2007، يعني بشرت عملها من 2007 واحنا في 2024، يعني بعد 17 سنه من وجود هذه الهيئه كان لازم نقف ونشوف احنا عملنا ايه، احنا فين وهنوصل لايه، اخذا في الاعتبار ان الفتره الرئاسيه القادمه للسيد الرئيس هو اكد على ان هنأكد قوي وهناخد بالنا قوي من جودة التعليم وجودة الصحة. طلبنا النهاردة ان يكون الجودة مرتبطة بالمستقبل، المستقبل هو سوق العمل، فطلبنا ان الهيئة ان هي تراجع ويكون لها علاقة مع سوق العمل، تشوف الخريج اللي طالع ده خريج ذو جودة او هي فعلا خريج على نفس الدرجة اللي هي محتاجاها سوق العمل ولا لا. برضو طالبنا النهاردة ان القانون بتاع الهيئة صدر منذ 2006، فطلبت السيد رئيس المجلس ان يكون دراسة للأثر التشريعي لهذا القانون ومدى حاجة الهيئة الى اصدار قانون جديد يساعدها، خاصة مع زيادة عدد الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.